خليني يا كابتن ابدا معاك من مباراه وادي دجله. عندنا كلام كتير لسه كنت بقول لك في أكيد. الفنيات وفي الدوري المصري. شفت ازاي مباراه وادي دجله فنيا؟ والله بالنسبة لأي مدير فني كانت مباراة صعبة جدا. مستر موسيماني قابلته ظروف صعبة جدا بسبب الإصابات، بسبب كورونا، تشكيل أول مرة يلعب بيه، مجموعة من اللعيبة أول مرة تلعب جنب بعض. لو جبنا تشكيل كده مع بعض، يعني بيكهام يلعب أول مرة جنب بانون، جنب أيمن أشرف، جنب معلول، نص الملعب حمدي فتحي، ديانج، المهاجمين بقى اول مره يلعبوا، وتحس ان اول مره يلعبوا مع بعض. برضو دي كانت اول مباراه ليهم مع بعض. وليد سليمان بقى له فتره طويله جدا برضو راجع من كورونا، بيلعب جنب محمد شريف، بيلعب جنب صلاح محسن، اول مباراه لعبها برضو من بدايتها، حسين الشحات. فتلاقي برضو التشكيل كان فيه مشكله كبيره جدا بالنسبه له. بس هو ساعات المدير الفني بيبقى محطوط تحت ظروف، الغيابات اثرت يا كابتن. اكيد اكيد. حتى كمان اي مدير فني بيعتمد على الدكه اللي معاه، الاحتياطي. لو في بصينا كده اللي حتى هتلاقي كان ما عندوش القماشه اللي هيقدر يغير من اداء الفرقه، يعني كان بره الفرقه الوحيد اللي ممكن يغير في اداء الهجوم النادي الاحمد ياسر ريان. فانا شايف ان في الاخر ان قدر يطلع باقل الخسائر اللي هو التعادل في المباراه. طبعا اداء النادي الاهلي في المباراه ما كانش جيد، وده قلنا طبعا بسبب اسباب كتيره جدا، ان مجموعه من اللاعبين اول مره تلعب مع بعض، وتشكيل اول مره الظروف حطت ان هو يتحط بالشكل ده. 11 لاعب غايبين بالظبط، بنتكلم عن كده. واضطر يغير طريقه اللعب، حتى الغيابات اثرت على التغييرات في هو ده اللي بتكلم خلال عليه. المباراه. اكيد اكيد. وكمان زائد ان فرقه وادي دجله برضو من الفرق اللي بتلعب كوره كويسه جدا. مش عايزين برضو نتكلم نقول النادي الاهلي بس هو اللي كان، لا طبعا وادي دجله فعلا، وادي دجله طبعا وعبد المنصف. اداء اي فرقه قدام النادي الاهلي بيختلف غير اي مباراه بتلعب في الدوري. يعني مثلا